ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. Welcome to Al Jazeera. وزراء قطر الشيخ حمد بن جاسم بن جبر الثانية، وكان في استقبال الوفد القطري في مطار بن غوريون في تل أبيب وزيرة الخارجية الإسرائيلية تسيب ليفني، حيث تم في أثناء الزيارة تجديد العقود بين الجانبين بشأن بيع الغاز القطري لإسرائيل، إضافة إلى توقيع اتفاقية جديدة بين تل أبيب والدوحة حول تطوير المناهج التعليمية في قطر من خلال الاستفادة من تجربة إسرائيل في هذا المضمار. وأكد الشيخ حمد بن خليفة الثاني أثناء اللقاء على أهمية العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. من جانبها أكدت ليفني على أن لقطر دورا مهما في توثيق العلاقات بين إسرائيل والدول العربية، هذا ولم تبث وسائل الإعلام العربية خبرا عن الزيارة، خاصة قناة الجزيرة، وذلك امتثالا لأوامر الحكومة القطرية. يذكر أن زيارة أمير قطر لإسرائيل كان قد تمت منذ فترة وسربت أخيرا عبر شريط مصور بث على شبكة الإنترنت. فالحصار غير إنساني وغير قانوني، وكذلك فإن أي تبرير له وتعاون معه غير قانوني وغير أخلاقي. ونحن نستغرب أن يبرر التعاون مع حصار غير قانوني قانونيا. ومن قطر التي لها العلاقات المميزة مع إسرائيل بالرغم من الجزيرة وما تقوله الجزيرة وما تسوقه يوميا الجزيرة. فإن أي تبرير له وتعاون معه غير قانوني وغير أخلاقي. ومن قطر التي لها العلاقات المميزة مع إسرائيل بالرغم من الجزيرة وما تقوله الجزيرة وما تسوقه يوميا الجزيرة.
الأعداء وأعذنا يا مولانا من كل داء اللهم ادفع عنا كيد الأعداء وأعذنا يا مولانا. اسمح لي يعني عندي سؤال عن العلاقة القطرية الإسرائيلية التجارية، حابة أعرف إيش نوع التجارة اللي بين قطر وإسرائيل؟ إذا قطر اقتصاد قطر ما راح يستفيد، شو الفائدة أن يكون بين قطر وإسرائيل تجارة؟ إذن إذا بتسمح لي أكمل سؤالي، الإيرادات اللي تروح حق إسرائيل ما تعتقدون أن إسرائيل يستخدمونها في تصنيع الأسلحة اللي يذبحون فيها الفلسطينيين؟ بالنسبة حق القاعدة العسكرية يقال أن الضرب اللي على العراق يطلق من القاعدة العسكرية الموجودة في قطر. أي القاعدة، احنا اذا تذكرين لما صار هذا الموضوع كان عندنا الساتكوم اللي هو القيادة المركزية في قطر، الطيران اللي انطلق على العراق اغلبا انطلق، يعني انا ما ابي اذكر دول بس كل الدول ساهمت في هذا الموضوع، ما حد ما ساهم، يمكن اقل شيء طلع من قطر الساتكوم عندنا اللي هو القيادة العسكرية كانت موجودة في قطر في السيلية إذا تذكرون. ولكن أكد لك أنه ما في معارضة، الكل ساهم، هل عن قناعة أو عدم قناعة هذا موضوع ثاني. أنا لما رحت لصدام حسين وسألني قال لي أنتم عندكم صحيح يقولون كذا كذا، قلت له نعم عندنا، وانا اقول لك الان انا بطلع في مطار بغداد وبقول مؤتمر صحفي ان احنا سمحنا للقواعد الاجنبية عندنا، لان انت يا صدام بهدلت شعبك وبهدلتنا معك. وأعذنا يا مولانا من كل داء اللهم ادفع عنا كيد الأعداء وأعذنا يا مولانا من كل داء واحفظ. على هالصحفي الدنماركي المزبالة المجرم اسمه فيلمنج روس، لكن مجرم مثل هذا يدش الدوحة ويقعد في مركز الدوحة لحرية الإعلام ويحكي ويصفقونه وهو صاب الرسول عليه الصلاة والسلام، لا هذا موضوع ما يستاهل ان الواحد يحكي فيه. انا اقول هالحكي وقد نهديه حق اللي يقولون لا الجزيرة ما عليها بالحياد والموضوعية، لا ما مثلها مثل، يلا تفضلوا هذا الحياد والموضوعية. وأعذنا يا مولانا من كل داء اللهم ادفع عنا كيد الأعداء وأعذنا. عيد الفصح المقبل في قطر سيكون خالدا في ذاكرة المسيحيين هناك كما يرون، فسيحتفل نحو 100,000 مسيحي لأول مرة بالعيد في كنيسة السيدة العذراء الكاثوليكية، وهي أول كنيسة تبنى في الدوحة والأكبر في منطقة الخليج. الكنيسة التي تكلف بناؤها أكثر من 160 مليون دولار تضم أيضا 6 أقسام تشمل أماكن لإقامة رجال الدين وقاعات للصلوات والمؤتمرات ومكتبة.